هل انت ضد انك تتزوجي رجل كبير كثير عليك او ممكن يكون كمان يكون صغير عليك؟ أولا وبسم الله وقبل كل شيء، ألو نبدأ نجاوب على السؤال. كبير عليا نقبل، اوكي. صغير عليك؟ صغير عليا بالك، مي ماشي بزاف، بالك عام عام، عام يعني الحد هو عام عام ونص ماكس. عام اوكي ونص. اوف قديش دقيقة عام ونص. عام ونص فوالا، فهمي تحت عام ونص لا اقبل الرسائل ما تبعتوليش. وكبير يعني سقسوني كبير عليك شحال؟ كبير عليا نورمال، يعني نقدر نحق يكون كبير عليا ب 10 سنين 12 سنه 14 سنه نورمال، ما عنديش بروبليم، يا با سوسي. اوكي. لانه لي سونسيال هي صح يكون صح وليد فاميليا ايتو، مي لكن كي يكون كبير زعما 10 سنين هذيك لا ديفيرونس بيناتنا ايتو صعب، انه ديجا سيونتيفيكمون بروفي كو المراه كبيره على الراجل 5 سنين في عقلها. اوكي. عادي ما تقولوليش ما كاش منها ولا لا ايتو، مي سي سيونتيفيكمون بروفي المراه كبيره على الراجل بخمس سنين في عقلها. دونك دير حسابك 5 سنين المراه كبيره في راسها كبيره في عقلها مع الراجل ايتو 10 سنين 12 سنه يا با سوسي، ما عنديش بروبليم. اوكي طيب شوفي في انا اتصال. سي بيان يكون الراجل هكا زعما كبير شويه على المراه ايتو، انا ما على باليش علاش نشوف الراجل كي يكون كبير شويه في لاج ايتو يكون ماتش يكون بوزي. مو هذا مو شرط ابدا انه يكون الرجل كبير بالعمر يكون راكز. لا ما شايفين الرجال الكبار بالعمر مع احترامي مش راكزين، صغار وما درنا والو. مو شرط العمر، يعني احيانا بتلاقي واحد عمره 20 سنه راكز اكثر من واحد عمره 40 سنه، ما نشرط ابدا. قلت لك اللي في عمره دوكا 32 سنه 33 سنه وفي راسه تلقاه صغير وما عاد في عقله صغير على انحنى ريبوند سيدي احمد، وتلقى في عقله صغير على واحد. استنى سيدي احمد انحشرت من الزاويه بالجواب. وتلقاه صغير في راسه على واحد تعمله 20 سنه ل 21 سنه. يلا نستغلوا الاتصال. الو مساء الخير.